تشافي العلاقات. العلاقات قد تكون في حياة إنسان هي أداة من أدوات الحب، وقد تكون في حياة إنسان هي أدوات من الأدوات الكارمية المزعجة المؤلمة، بسبب أنه إحنا جايين من طبائع ومن أفكار ومن خلفيات مختلفة ومن طينة مختلفة. يعني حتى لو كلنا تربينا نفس التربية، طينتنا في الأساس لما نولدنا مختلفة بسبب التدافع وبسبب اختلاف الرسائل. فهذا يستدعي أنه مرات يكون في يعني ناس متدافعين في القصة الواحدة، لأيك شخص يبغاها كذا وشخص يبغاها كذا. فالخلافات في العلاقات شيء وارد ومتوقع بناء على طبيعة البشر، لكن أيضا في أشخاص يستطيعون أنهم هم يضعون قواعد في حياتهم، يلتزمون بطريقة معينة، يفهمون الرسائل بحيث أنه يكون هذا الملف أخف. وطبعا لما تمر بموقف كثير صعب في العلاقات، خصوصا مع شخص مهم في حياتك، تحس أنه هذه العلاقة استهلكت طاقتك، وهذه العلاقة مرات شوهت هويتك، وهذه العلاقة مرات ضللت طريقك. مرات أحد يقولك طز يا عم بالطقاق فيهم صحيح أنها يعني كلمة تنقال، ومرات كثير صح تنقال، بس كيف في العمق يعني الموضوع ما هو بسيط. لو هو بسيط يعني كان كلنا قلنا طز ومشينا. يعني في كثير من الأحيان الموضوع أعقد من أنك أنت تقول طز وتمشي. وأيضا المخلفات اللي سوتها هذه العلاقة، يعني لما تطل على نفسك وتكتشف أنك أنت هوية مشوهة عشان شخص كان أنت أعطيته الأهمية وعشتوا مع بعض، قد تكون حياة جيدة ومي جيدة، بس أنت تشوهت بسبب هذه العلاقة، أو أنت دخلت في ظلام بسبب هذه العلاقة، أو أنت جتك صدمات بسبب هذه العلاقة، أو أنت ضيعت نفسك، ضعت كأنك واقف وعندك كذا 100 طريق وكذا مدودة وتدور تقول أنا وين، أنا مين، وين أروح. مرات تشوف هالتساؤلات، تحس الشخص عنده تساؤل روحاني عميق، لا هو عنده واحد حيوان مبهذل فيه. تخيل، يعني مرات فعلا شخص يكون هويته مشوهة وهو فقد نفسه وفقد الاتصال، تقول أوه عنده قضية موضوع روحاني وكذا، لا مجرد ما في واحد حوله فعلا حيوان سواله كل هالضياء وسواله كل هالتشويه، فهو كذا قاعد ويتلفت يدور الطريق، يلف يقول أي اتصال، أنتم تبوني أتواصل مع مين، بس أتواصل مع مين يا جماعة، أنا مو قادر أصلا، يعني مو قادر أشوف الأشياء الأساسية وألحق على الأشياء المهمة في حياتي عشان نتكلم عن روحاني ونتكلم عن اتصال ونتكلم عن مشاعر. أنا ضايع، أنا ما أدري وين أروح، ما أدري من أنا أصلا، ما أدري وش صرت، ما عاد أعرف نفسي، ما عاد أعرف نفسي لدرجة أني استخدمت الظلام في هذه العلاقة، لدرجة أني سويت أشياء ما كنت أتوقع أني أسويها، درجة أني وصلت أماكن وتحدثت بشيء ما كنت أتوقع أني أكون في ذلك الموقف. ففي أشخاص يمرون بعمق تجربتهم بهالقصة هذه ويكونون يعني في غاية الألم، ولما ينتهي هذا الملف من حياتهم ترى شيء كبير، ترى شيء كبير، ترى في واحد يقول طز ويقلب الصفحة وتنتهي القصة، في واحد لا، في واحد لما يقلب الصفحة اعرف ان انجز انجاز حياة، لان الاختبارات تختلف والكارمات تختلف. ففي شخص قد يكون معانا لما يقلب الصفحة ويقفل على علاقة يعني يكون كأنه دخل الجنة، تكون يعني فعلا مرمطة وحياة وبهذلة وظلام، لما يعني قلب الصفحة كأنه دخل الجنة، تقول فكيف لو تشافى من هذه العلاقة، لو قفلها وراحت أيضا كل التبعات اللي جت من هذه العلاقة، كل الظلام، كل التشوه الهوية، كل ضياع الذات، عدم الاتصال،
كلها، ماذا لو راحت كلها مع هذه العلاقة؟ هنا أقول أوه واو، هذا التشافي، هذا التشافي. أنا أنت تشافيت، يعني أنت فعلا كنت يعني أشبه بشخص يعني في الظلام، يعني حالتك حالة، وبعدين لما قلبت الصفحة خلصت كل الموضوع وخلصت كل الأشياء العالقة فيك كلها كذا راحت، فتقول الآن تشافيت من هذه العلاقة، ما عادت العلاقة ولا الشخص ولا التبعات ولا المشاعر اللي حطها فيني ولا التلاعب اللي سواه فيني ولا التشويه ولا عدم، كلها راحت، كلها انتهت، انتهت كل هذه القصة. أقول أوه واو، هذا التشافي، هذا التشافي. فمرات عشان تعرف يعني بعض علامات التشافي، مرات الشخص يطلع من حياتك تنتهي القصة. طبعا مو دايم لما يطلع تكون تشافي تشافي، لا، مرات يطلع انه الرسالة انتهت بس عندك بقايا انت محتاج تشتغل عليها. بس مرات لما يطلع خلاص تكون تشافي، خلاص انتهت، انتهت القصة تماما بكل تبعاتها، حتى هويتك تكون يعني راحت هناك معه، كل الطاقة معاه، يعني حتى انت يعني كذا على طول تخليت عن هذه الهوية وهذه الطاقة. ايضا مرات احد اشكال التشافي انه انت تحس انه هذا الشخص لا، لم يعد يعني اي شيء في الحياة. قد يكون موجود لكنه لم يعد يعني اي شيء، ما له معنى، ما له معنى، ما هو موجود في اي قيمة من قيمك، ما له اي معنى، وجوده كذا يعني الهامش. بعد هذه لا تفاعل يزيد ولا ينقص ولا يأثر ولا يجيب ولا يودي نهائيا اطلاقا. واذا صار، لو ما صار، لا تحس انك انت منفصل عن كارمتا ولا تتأثر بهذه الطاقة. مرات ايضا احد اشكال التشافي انه انت تسامح لما تصل لمرحلة انه خلاص، انه خلاص انت تسمح حتى لهذه الطاقة انها تمشي، كنت تتسامح. طبعا في اشخاص يتسامحون مبكرا وهذا غلط، انهم هم ما خلصوا القصة، يضحكون على انفسهم. يعني تشافي العلاقات واضح لما توصل هذه المرحلة، واضحة هي، ما هي مرحلة انت تكون في شك انه الموضوع خلص وما خلص، لان طوال الوقت في رسالة وفي مواقف وفي تعامل وفي اشارات تعلمك انت خلصت ولا ما خلصت. يعني واضحة، دائما واضحة هذه القصة. يمكن تقعد شوية مشكك شوية كم يوم، بعدين تظهر لك قصة تبين انه اوه واو اكتشفت اني ما سامحت، اوه واو اكتشفت اني لا الى الحين ما، اوه واو اكتشفت اني لسه ابغى اضارب، فتكتشف انه لسه ما وصلت لهذه المرحلة. احد اشكال برضو تشافي العلاقات ان نوصل للعلاقة المقدسة. هاي مرحلة كثير متقدمة في العلاقات، تكلمت عنها في تشافي العلاقات، العلاقة المقدسة. طيب خلونا ناخذ أسئلة. تسامح بدون نسيان، هل هذا صحيح؟ لا، ما زلت انت في ال... Thank you نجمة، ما زلت انت في القصة.